في مواجهة نهائي كأس الاتحاد الحاسمة، قلب أبناء الإعدالية الطاولة في وجه الكويت، والذي لم يشفع له تقدمه في الشوط الأول بهدف عبد الهادي خميس، والذي أنهى هذه الفترة بيضاء أداء ونتيجة، لتعود المباراة بصورة مغايرة للكظماوية الذين قدموا شوطا كبيرا وصدموا خصمهم بهدفين عبر المحترف فابيانو، الأول من كرة عرضية برأسه، والهدف الثاني بأسلوب مشابه من كرة ركنية حولها البرازيلي بقوة في الشباك، ليصمد بعدها البرتقالي رغم طرد عبدالله الظفيري قبل نهاية المباراة، لكن ذلك لم يمنع من حسم الفوز وتتويج كاظمة. استذبحنا، قاتلنا، الحمد لله رب العالمين، يعني حققنا شيء نتمناه. كاظمة من نهائي كاس الخميس خذينا ضد الكويت، قاعد يكلمني واحد من ربعي امس، قلت له انا ضد الكويت اتفائل، خذيت الخرافي واتفائل، مو فريق كبير بس ان نفسيا انا اتفائل العب نهائي ويا الكويت، وهم ان ما رحت العربي حقق كاس سوبر هم النهائي ويا الكويت، فقلت له انا اليوم بلعب ضد الكويت نهائي متفائل اليوم والحمد لله. كنا نبي نغير صورة اللي ظهرنا فيها بأول الدوري، إن خسرنا خسارتين كبيرة، يعني خسر 4 ضد الكويت و4 ضد السالمية، نبي نمحي الصورة. ثاني شيء البطولة هذه راح تعطينا معنوية أكثر، إن نرد حق نبين إن نرد إن كاظمة كان في شغل، في عزيمة من اللاعبين إن يغيرون الصورة هذه. الفوز مهم لنا كثر، يعني أكثر من البطولة، يعني بما أننا كنا خسرانين بالدوري ومتأخرين مبارتين إن شاء الله، وخسرنا يمكن مع الكويت وردينا فوز اليوم إن شاء الله، وخسرنا مع السالمية وردناها قبل النهائي، والحمد لله إن شاء الله نكمل على المستوى هذا بالدوري. تتويج هام وفوز في توقيت صعب من شأنه أن يرفع الثقة لأبناء الإعدالية للقادم من المسابقات المهمة كالدوري والكأس. عادل النزي لتلفزيون دولة الكويت.